اجتمع كبير المستشارين السياسيين الصينيين وانغ يانغ مع كيم وانغ سو رئيس اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لإعادة التوحيد الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الجمعة 28 من شهر يونيو الماضي في العاصمة الصينية بكين. وأعرب وانغ رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني عن رغبته في توزيع التبادلات مع اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لإعادة التوحيد الوطني لكوريا الديمقراطية للإسهام في حماية العلاقات بين الصين وكوريا الديمقراطية وتدعيمها وتطويرها. وقال وانغ إنه يتعين على البلدين اتباع التوافقات التي توصل إليها زعيما البلدين في تعميق الاتصال السياسي رفيع المستوى، في حين العمل على تنظيم أحداث تذكارية للاحتفال بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية وتعزيز التعاون البراغماتي والتبادلات الشعبية. من جانبه أعرب كيم وانغ سو عن استعداد اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لإعادة التوحيد الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن تعزيز التعاون والتبادلات مع المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من أجل توطيد العلاقات بين الدولتين.